مية مية، منورين والله. النهاردة هناخد شوية لونج بقى كده بحيث نكسر الروتين بتاع الإكس راي. هنعيد برضو نفس النصايح اللي قلناها المرات اللي فاتت، بالذات بقى في اللونج النهاردة. هو طبعا في الامتحان بيجيب لك كل كيس قبليها كده بتاع نص سطر ولا حاجة، إيه هيستوري صغير، إيه سن المريض مثلا كام، بيشتكي المين كومبلين بتاعه إيه. ساعات بصراحة بيبقى كلو جامد، يعني مثلا كانت جاي لنا حالة تي بي في الامتحان اللي فات، وكان جايب في الكومبلين إن هو معاه فيفر ونايت سويتس. تمام. إيه مثلا هيجيب لك، ساعات بيبقى برضه ميس ليدنج شوية، يعني كان في حالة من حالات اللونج اللي جات لنا كانت حالة كلوزد لوب باول اوبستراكشن. تمام. بس جابها لك بطريقة بيقول ان في لامب، البيشنت حاسس ان في لامب في الرايت ايلياك فوسة، عنده ابدومينال بين وحاسس ان في ماس او لامب في الرايت ايلياك فوسة. فانت برضه يعني لو ما حدش ركز في حتة الكلوزد لوب اوبستراكشن دي هيقعد يدور على ماس، مثلا هل في ماس في السيكم، هل في ماس في الابندكس، وهكذا. ف يعني فتشتت انتباهه بالايه، بالهيستوري. فانت الهيستوري دايما يعني اقراه، يساعدك وانت بتختار في الدياجنوزز والديفرنشال، بس ما يبقاش هو اللي يضللك يعني في الحال. تمام. برضو بالنسبة وهنعيد تاني موضوع الأخطاء الإملائية والاختصارات. خلي بالكم يعني الاختصارات المقبولة في الامتحان عامة، في الفايفا، في الرابت، في اللونج، هي الاختصارات المتعارف عليها، اللي هي ممكن تلاقيها في تكست بوك، يعني ممكن الاي سي ال، البي سي ال في الني بتتكتب كده في الكتب، خلاص دي متعارف عليها. الرايت والليفت طبعا خلاص، مثلا في المانجمنت لو قلت مثلا انت عايز تطلب له ايكو، خلاص ده اختصار معروف، وهكذا. فاكتر مثلا، فاكتر الاختصار بتاع لو عايز برضو اختصارات اللي هي مثلا انت عايز تكتب نيورو فايبروماتوزز، اكتبها نيورو فايبروماتوز ماشي، ما داندي ووكر مثلا، ما تكتبش دي دبليو، يعني حاول على قد ما تقدر ما تعملش ايه اختصارات مش معروفة. تمام. برضو الأخطاء الإملائية، حاول يعني ممكن التقرير يبقى فيه إيه، خطأ خطأين مقبولين، يعني اللي هو حرف نسيته، حرف بدلته، ماشي دي معقولة، إنما ما يبقاش هو في كل سطر يقرأ في كلمتين تلاتة فيهم ملعبكيه، هو ذات نفسه هينزعج وهو بيقرأ. فحاول لان انت يبقى كلامك معظمه مظبوط عشان ما يبقاش مزعج للي بيقراه. تمام. ده مش هيجي الا لو انت اتدربت، مش مجرد ان انت بالنظر كده بتحل الحالات، لازم يعني في الاسبوع مثلا مرتين ثلاثه تحاول تكتب على الكيبورد وفي وقت ضيق، يعني تحاول تحط نفسك في مود الامتحان ساعه مثلا تحل الست حالات وتكتب كانك في الامتحان، مش هتيجي غير بكده. ليه؟ يعني مش ما ينفعش تقعد تجرب في الامتحان مع الاسترس وقلق الامتحان وكده، الموضوع برضه هيبقى صعب شوية. اللونج يعني يعتبر من أسهل الأجزاء اللي في الامتحان، يعني معظم الناس بتجيب 6 فما فوق، ف يعني ما تضيعوش منك، يعني هو حتى يعتبر أقل تدريب فيهم، يعني أنت ممكن كل يوم بتحل رابد وكل يوم بتتدرب على فايفا، بس اللونج كل فين وفين لما هتكتب، كل يومين ثلاثة لما هتكتب مرة، فما تضيعوش منك يعني. تمام. في برضو اللي قلت لكم على موضوع الدايجنوزز والديفرنشال دايجنوزز دوت، يعني مش هو المقياس الحقيقي في حط الدرجة، المقياس الحقيقي في حط الدرجة ان انت تبقى عامل الستوري كلها ماشية مع بعضها وتبقى ريزونابل، يعني معقولة. زي ما قلت لكم برضو قبل كده، كان في حالة في امتحان في هونج كونج تقريبا، كانت حالة بيلفس وكان في اندر لاينج باجيت وحصل عليه ساركومتس تشينجز. تمام. دي الحال، بس في ناس زي ما قلت لكم كتبوا ان مثلا في بروستاتيك انلارجمنت وده ممكن يبقى بروستاتيك كانسر وهو اللي عامل ميتس في البيلفس، ده نجح وده نجح. تمام. اهم حاجه انت ايه،
طريقة التفكير بتاعتك منطقية، وربطت الحاجات ببعض، انت جبت الفايندنجز وحاولت تربطها ببعض، تمام. هم طبعا عارفين ان ده وقت ضيق وامتحان وبتاع، يعني عارفين المقدرين الموضوع ده، بس طبعا مش مسموح لك ان انت ايه حاجة ايمرجنسي تنساها او ما تكتبهاش. المانجمنت برضو حاول تظبط فيها شوية، تحاول توسع فيها شوية، مش مجرد ان انت هتريفير او مش مجرد ان انت هتعمل ام دي تي، او يعني حاول توسعها شوية، تحاول تدخل معاك لو في كلينيكال، لو في لاب، لو في اذر انفستيجيشنز. وطبعا ما تنساش كأنك في الفايفا برضو، لو في بريفيس ايمجنج ليه، لو في حاجة تعمل لها كومباريزون او هتطلب اشعة تانية وهكذا، يعني حاول توسع مداركك في فيها، تمام. دي تقريبا النصايح اللي ايه اللي على بالي بس دلوقتي. ممكن ناخد الحالات نتسلى فيها كده سوا. اول حالة مثلا، طبعا انا بفضل يعني ان انت تعمل اللي هو تاخد جنرال لوك على الحالة من اولها لاخرها. حتى قلت لكم في الفايبر لو جالك كروس سيكشنال هتكرر، هتقول له مثلا الاستادي دي اللي قدامك دي كذا، اجزي القات مثلا اوف سي تي ان ميدياستاينم ويندو، سي تي تشيست ميدياستاينم ويندو او لانج ويندو على حسب اللي قدامك يعني، وتكرر اوف ا بيشنت ايجت كذا كومبليننج اوف كذا، هتكرر الهيستوري اللي هو قاله لك. وبعدين اي ويل تيك ان او ان ماي نورمال روتين براكتس اي ويل تيك ا جنرال لوك او اي ويل هاف ا جنرال لوك، فيقول لك اوكي جو اون and if you find abnormality inform me or tell me. فانت بتدي نفسك برضو فرصة ان انت ايه هتاخد الحالة سريعا كده من اولها لاخرها. عينك طبعا هتلقط الايه المين abnormalities اللي موجود. طبعا هو في الامتحان الحمد لله يعني بيجيب لك افلام كويسة، يعني معلش طبعا الفيلم ده في موشن ارتيفاكت وكده، بس هو بس الغرض من التدريب بتاعنا دلوقتي ان انت تكسر الحاجز وتحل في ساعة وتكتب، يعني اعذرونا يعني لو الحالات ايه مش مظبطة قوي، حالات من الشغل يعني وكده، تمام. دوت مثلا جايب لك اللانج ويندو، فانت شفت فيه ايه في مشاكل في اللانج كده غريب، خلاص لازم زي ما قلنا هتبدأ من اخر كات لاخر، من اول كات لاخر كات، تمام. بالنسبة مثلا اللانجا هي بالمرة احنا شفناها كلنا طبعا، شفنا الايه الابيكال فايبروتيك تشينجز ديت، وساعات وممكن في جزء منها في تري ان بود، تمام. طبعا ماشي مع موضوع التي بي اكتر. ما ننساش بقى ان احنا زي ما قلنا اي ستادي بيجيبها لك لازم هتعدي على الثلاثة ويندو، سوفت تيشو ولانج وبون. الويندوينج انت هتغيره ايه عادي. انتوا برضو نبهتوني المره اللي فاتت فعلا معاكم حق، ان في الامتحان مش بيجيب لك الام بي ار، يعني انت يعني هو غالبا بيجيب لك الساجيتال معاك، ماشي، اكزيال وساجيتال غالبا يعني بيبقوا موجودين معاك، وانت بس اللي بتغير الويندو، يعني انت بتجيب لازم تغير الويندو، انت لازم تجيب اللانج بنفسك ولازم تجيب البون بنفسك، وغالبا بيبقى جايبها لك على السوفت تيشو، فما تنساش دايما انت تشوف الثلاثه ويندو لكل فحص، تمام. هنا مثلا نبدا من اول الفحص في السوفت تيشو ويندو، هنا عندك شويه ميدياستاينال ليمف نودز، تمام. غالبا يعني في حالات كتيره مع بالذات اللي في السن الكبير، حاول دايما تعود نفسك تبص على الايه على البلمونري ترانك، بالذات مع المرضى بتوع السن الكبير، او مريض عنده مثلا لونج تشينجز او عنده بالمونري امبوليز، فحاول دايما تكومنت على البالمونري ترانك، تمام. في كذا حاله مثلا النهارده فيها البالمونري ترانك دايليتد شويه، بس معظم الناس ما خدوش بالهم، فانت عود نفسك على كده ان انت تبص عليه، تمام. هننزل تحت كمان شويه، مع الارتيفاكت برضو نكمل معانا. هنا عندك جول برادر ستونز، وعندك الكيدني فيها مالتيبل سيستس، وعندك ستون على الليفت كيدني هنا اهي، تمام.
عايزين نجيب الايه البون. يبقى احنا كده شفنا الثلاثة ويندوز بتاعت كل فحص. عندك اول واحدة هنا دي، عندك شوية ليتك ليجن ماشي، هترجع هتلاقي فيه برضو كذا ليتك ليجن هنا تمام. عندك هنا هو برضو ليتك ليجن، كل دوت ليتك ليجن في الفرتبري نفسها تمام. هيجي معاك برضو في الاسكابولا تلاقي في هنا واحد ليجن صغير، وفي هنا هو في الهيومرال هيد برضو هتلاقيه تمام. يبقى احنا كده خلاص شفنا الثلاثة ويندوز، كتبت الفايندنجز بتاعتك. اللانج شفنا فيها الابيكال نودولار تشينجز ديت، وممكن فيها حته تري امبات. عندك ميدياستاينال لينف نودز، عندك هتنزل تحت شويه هتلاقي قلنا هنقيس برضو البالمونري ترانك نتاكد ان هو مش دايليتد، معاك لغايه 2.9 من 10 او 3 سنتي. نزلنا تحت شويه لقينا في جول بلادر ستون وليفت كيدني ستون تمام. جبنا البون ويندو لقينا مالتيبل ايه ليتك ليجنز. ده الفايندنجز كلها. مثلا هتيجي بقى في الانتربريتيشن بتاعك، هتقول مثلا ساينز اوف كرونيك جرانيوماتس مثلا انفكشن في اللانج خلاص مع مالتيبل ليتك ليجنز تمام. هتيجي في الدايجنوزيس بتاعك هتحاول تربط المواضيع، مش شرط تبقى يعني ساعات تبقى متربطه وساعات لا، المهم ان انت ايه تدي له لوجيك كلام منطقي، يعني توري له ان تفكيرك منطقي. هنا مثلا في ممكن تقول ان دوت التي بي، والتي بي هو اللي مأثر على السباين بالذات، في حته في السباين لو جبنا في الساجيتال هنا الحته دهيت هتحس ان الفقره متاكله قوي، بس دي لما شفناها في الاكزيال شفنا ان البوستيريور بارت بس بتاع الفيرتيبرال بودي هو اللي فيه اللايسس، يعني ما تمشيش. يعني انت مثلا ممكن تشك ان هي في ابيكال تي بي وعامل لك تي بي سباين خلاص، بس هو برضو ما فيش سوفت تيشو ديستراكشن، ما فيش كوليكشن حواليها وهكذا. بس مثلا جود واي اوف ثينكينج ان انت حاولت تربطهم مع بعض. حاجه تانية ممكن انت تقول ان دوت التي بي ده حاجه كرونيك كانت عنده وهو مع الاولد ايدج وكده، ممكن ديت تمشي معاك ايه مالتيبل مايلوم تمام. المهم حط الديفرنشيالز بتاعتك، وزي ما قلنا الديفرنشيال لو حاول يعني تقول ان انا ما اخترتوش ليه، ليس لايكلي بسبب كذا، لو في كلمتين بس حتى تمام، عشان بس توري له ان انت بتفكر منطقي، حتى لو في الاخر الحاله التشخيص بتاعها اوي يعني مش هو التشخيص النهائي يعني صح، عادي انت هتاخد درجاتك زي ما هي. هو بيقيمك على تفكيرك وعلى عينك شفت الفايندنج وربطتهم مع بعض تمام. لو قلنا ان ديت تي بي طالما زي ما قلنا طالما قلت حاجه في الفايندنج يبقى ليها مردود في المانجمنت، قلت تي بي يبقى هتتكلم ان انت هتعمل اسيد فاست باسيلاي وهتعمل اللي هو السبيتم كلشر وهتعمل الايزوليشن وهتنفورم الانفكشوس اوثوريتي ديزيز اوثوريتيز تمام. قلت مثلا ان انت شاكك في مالتيبل مايلوما هتروح نازل في المانجمنت كاتب لو دي الفيرست بريزنتيشن بتاعه يبقى هيعمل اللاب اناليسيس بتاع المايلوما، وممكن يحتاج اللي هو اللو دوز سي تي والبادي سي تي عشان تشوف الليجنز كلها. طبعا المايلوما بتبقى كولد في البون سكان فمش هتفيدك وهكذا. يبقى دي مثلا اول حاله انت تحاول تجيب الفايندنجز كلها خلاص وتربطها ايه على قد ما تقدر، وعادي ممكن يبقى فيه تشخيصين او اتنين ابنورماليتيز في حاله اللونج ما فيهاش اي مشكله تمام. يعني احنا فاكر جالنا تي بي سبونديلو ديسكايتس ومعاك ابدومينال اورتيك انيوريزم، كان تي بي سبونديلو ديسكايتس في التشيست ومعاك تحت في الابدومين ابدومينال اورتيك انيوريزم حوالي 5 سم وامبندنج رابشر والحوارات دي، فعادي يبقى فيه تشخيصين مش مشكله. المهم ان انت ايه تجيب كل الفايندنجز اللي في الحال. مثلا حالة البرين ديت من الحاجات المهمة قوي في البرين موضوع الكونجينيتال والفاكوماتوزس والحاجات دي،
حاول برضو تظبطها قوي، النيوروفايبروماتوزز 1 و 2، البون هيبل لينداو، الكياري، وهكذا. يعني حاول تظبط العناوين ديت وتبقى اوير بالاسوسيشنز بتاعتها. بمعنى انت لو شكيت مثلا في نيوروفايبروماتوزز تايب 2، انت عارف ان هو النيوروفايبروماتوزز تايب 2 معاك شوانوما، معاك مننجيوما، معاك ابن دايموما، انت بنفسك هتدور عليهم، تمام؟ هتدور عليهم وتنفيهم. انت مثلا شكيت في بون هيبل ليندو، هتروح انت بنفسك هتدور على الهيمانجيوبلاستوماز في السباين او في السيريبيلم، وهكذا. هتدور على الريتينال انجيوما، انت بنفسك هتروح تبص على الاسوسيشنز دي، هل هي موجوده ولا لا، تمام؟ شكيت في تيوبروس سكليروزس، لازم تدور على السيجا سبق من دايما جانت سيل استروسايتوما وتشوف وهل في هيدروكيفالس ولا لا. لو معاك في الكاتس، لو جايب لك مثلا استادي كبيره شويه في تيوبروس سكليروزس، لازم تشوف الهارت هل في ماسز ولا لا. لو نزل معاك شويه لتحت في الليفر والكيدنز، هل في انجيومايوليبوماز ولا لا، وهكذا. يعني انت اول ما بتشك في ديزيز من الديزيز ديت، انت العنوان ظهر معاك 3 4 نقط تحتيه، انت لازم تدور عليهم عشان تنفيهم. لو ما عملتش كده انت مش هتجيبهم، تمام؟ عود نفسك برضو في الاكزيال كات بتاعت السي تي برين، دايما ترمي بعينك على فورم المجني، بيحب قوي ان انت تجيبها من هي طبعا سهله في الساجيتال، بس لو جبتها من الاكزيال لا بتبقى حلوه، لان هو معظم الفحوصات بيبدا معاك اكزيال اساسا. فانت مثلا عود نفسك على منظر الكلاودنج او التونسيلر هيرنيشن وهكذا. يعني انت شايف الفورام الماجنم تقريبا ما فيهوش سي اس اف من كتر ما في حاجات موجوده في الفورام، فعود نفسك عليه، تمام؟ من برضو من النصائح المهمه جدا اللي كان دكتور خان على طول بيركز عليه، بيقول لك ان انت مش الاكس راي بس هو اللي يبقى ليه تشيك ليست، لا، المفروض كل فحص انت بتبص عليه لازم يبقى ليك تشيك ليست فيه، لازم تديفلوب تشيك ليست لكل الفحوصات بتاعتك وانت ظبطها. يعني كل واحد هو يعني كل واحد بدماغه. يعني اهم حاجه ان انت تحط سكيم ويكون مغطي، مثلا هو في البرين فيه 5 6 نقط لازم تبص عليهم، يبقى لازم تغطيهم، تبدا بايه وتخلص بايه مش مشكله، تمام؟ ايه دي حاجات ايه؟ نعم؟ ماشي هو معمر خلص مش موجود مسافة خالص ولا برضه معلش شباب. هنكمل مثلا الحالة ديت، يبقى تعود عينك في الأجزية الكاتس انت تبص على الفورومين ماجنوم، ما تنساش زي برضو من الحتت الهيدن الموضوع الفاسكولار، بالذات في الام ار لوس اوف فلو فويد، لو في ثرومبس في انترنال كاروتيد ولا في بازلر ولا في حاجه، تمام؟ بدأ معانا هنا هو ادي الفورس، بعدين طلعنا فوق شويه، عندك هنا في ابنورمال كونفيجريشن في البرينسال تاي، وعندك هنا حاطط لك شنطه اهيت، وفي اللي هو الريسين كار ساين بتاعت اللاترال فينتريكلز نتيجه الايه الكورباس كالوزم اجينيسيس، تمام؟ في حته برضو مهمه، موضوع الهايبر دنسيتي بتاعت الفيسلز الفينس ساينسز او الميدل سيريبرال ارتري وكده، يعني ما تعتمدش عليها قوي، لان انت مثلا لو العيان دوت عنده بوليسايثيميا هيبقى البلاد بتاعه هايبر دنس شويه، والاطفال مثلا او كبار في السن وهكذا بيبقى فيه فاريشن شويه في السن، فما تستعجلش وتقول ان في ثرومبوزز او ارتري اكلوجن او كده الا لما يبقى فيه حاجات اكومبانينج فيتشرز معاك فيه، تمام؟ انت مثلا هنا عندك قلنا في كراودنج في السيريبيلم تحت في الفورم الماجنم تحت، وعندك هنا كورباس كالوزم اجينيسيس، وعندك لو جبت مثلا الساجيتال عندك الساجيتال هنا السيربيلم تحسه مسحوب شوية لتحت، فانت تحاول تربطهم مثلا تحطهم في ايه
في سندروم زي مثلا كياري 2 ولا حاجه، لو معاك حته من السيرفايكال سباين باينه في الفحص ما تنساش تبص عليها، شوف السيلينكس وكده، وعندك الكوربس كالوزم اجينيسيس. فحاول تربط كل الايه الحاجات مع بعض. وطالما قلت حاجه كونجينيتال ديزيز برضو في المانجمنت، تشوف هل ديت هل في حد اللي هو جينيتك كونسلنج والحاجات دي. لو هو مثلا ديزيز بيبقى عايز فولو اب بعد كده زي الحاجات بتاعت النيورو فايبروماز مثلا، ممكن يحصل لها مالجنسي، السيجا في التيوبراس سكليروزز وهكذا، يبقى لازم تذكرها ان انت هتعمل فولو اب. لو سندروم برضو جالك انت مش حاجه معاك بقى تشيست وابدومن وبرين فايندنج، فلازم انت هو جايب لك البرين بس، فلازم في المانجمنت تقول ان انا هدور على بقيه الايه الفايندنجز بتاعته وهكذا. المهم ان انت يعني افرض نفس اعرض اجابتك حلو بحيث تاخد درجات. يعني كل ما تكتب حاجة كويسة هتاخد عليها درجة. تمام. الحالة الثالثة، زي ما قلنا في كل حالة هتبص على الثلاثة ويندوز بتاعتك، البون والسوفت تيشو واللانك، وتبدأ مثلا تقول له ان انا هاخد ايه جنرال لوك، هبص على اشوف ايه اللي حاصل، عشان حتى تدي نفسك انت لو ماشي كات كات او ماشي شوي، اول ما تقف على ابنورماليتي تقعد تقولها، هو هيتناقش معاك، هو هيقعد بقى يتكلم معاك وكده، فانت ممكن ما تاخدش يعني ما تعرفش تنزل لبقيه الفحص. ليه؟ لان انت خلاص بدات تتكلم فهو هيقعد يناقشك وبتاع، ممكن يكون في مصيبه مثلا في اخر الفحص تحت، انت ممكن ما تعرفش تخلص من المناقشه بتاعته وتنزل تكمل فحصك، فانت من الاول كمل الفحص وخلاص. يعني قضينا هنمشي هنا نظره سريعه كده، هتلاقي في جراوند كلاس اوباسيتيز وكونسوليديشنز والبرونكوجرامز خلاص، وهتكمل نزول كده معاك لتحت بحيث انت تشوف اخر كات، مش هتخسر حاجه يعني. تمام. ادينا شفنا اللانج، شوف المديستاينم ويندو، ساعات مثلا يبقى فيه لانج ماس ومعاها ادرينال ميتاستاسيس، ساعات يبقى فيه لانج مالتيبل كونسوليديشنز زي ديت ومعاك مثلا فيمورال ابسس وعامل لك سيبتيك امبولاي وهكذا. يعني انت يعني حاول في كل فحص تشوف اول كات واخر كات، وفي اللونج كمان ما تنساش. احنا شفنا هنا جول بلادر ستون، وشفنا اتروفيك رايت كيدني، وفي شويه هايبردنس سيست في الليفت كيدني، وفي واحده في الرايت برضه هيت. خلاص هنطلع مثلا هنا فوق تاني، كان في شويه ميديستاينا الليمف نودز برضه صغيره فوق، تنساش برضه زي ما قلنا تبص على البالمونري ترانك، هنا شكله دايليتد شويه عن الاسندنج اورتا، لو قسناها هتلاقيه فوق التلاتة ونص ولا حاجة. تمام. كل ده تكتبه معاك في الفايندنجز. في حالة شفناها المرة اللي فاتت بتاعت الهيتس هيرنيا برضو تخلي بالك منها، الحاجات دي لو ما بصيتش عليها مش هتكتبها. ثايرويد برضو خلي بالك لو اللارج شوية وعاملة ريتروسترنا اكستنشن تتكلم ان انت هتعمل الترا ساوند وهكذا. نشوفه مثلا البون عشان يبقى ايه شفنا كل حاجة. ساعات تلاقي مثلا ريب فراكشر. تمام. تنساش دايما لو هو جايب لك الساجيتال بيبقى مهم قوي تبص على البون في الساجيتال،
بيبقى أوضح، السباين بتبقى أوضح مرسومة قيول لها. ساعات بيبقى فيه مثلا ويدج فراكشر، ساعات ممكن تشوف ليتك ليجن هنا أوضح لو هو جايب لك السجيتال، وغالبا بيبقى جايبه لك يعني. خلاص في حالة مثلا زي دي أنت مش شايف فيها غير شوية اللانج كونسوليديشنز ديت، واتروفيك رايت كيدني، والهايبر دنس رينال سيست، والجول بلادر ستون، وشوية رياكتيف ليمف نودز في الميدياستينم، وخلاص على كده. شوف انت مثلا في الايرا بتاعت الكوفيد ما تنساهاش، ومعاها طبعا لازم تكتب في المانجمنت موضوع الايزوليشن وكده. وفي برضو حاجة من الحاجات المهمة يعني ساعات بننساها، موضوع اللي هو البرونكو الفيولار كانسر بتاع اللانج، ساعات بيجي على هيئة كونسوليديشن، عشان كده هم ساعات بيطلبوا فولو اب بعد الـ بعد الساينز والسيمتومز ما تروح. هل الكونسوليديشن ده لسه فاضل؟ هل بقى ماس؟ هل زاد؟ هل معاك بقى انترستيشال تشينجز؟ ماشي، فبرضه تخلي بالك منه وتخليه في ذهنك يعني على طول. الحالة دي مثلا عن سهل، حالة النيه دي برضه يعني الهدف منها الوحيد ان انت ما تحصرش دماغك في النيه في موضوع الاي سي ال والبي سي ال والمنسكاي. عادي جدا ممكن يجيبها لك في على فكره ساعات بيجيبوا ني في الفايفا. انا جالي في الفايفا ني الترا ساوند الاول في سوفت تيشو في الساينوفيوم، وبعدين لما عملنا ام ار طلع بيجمنتد بيلو نودولار ساينوفايتس، وكان سنجل بس سوفت تيشو ليجن. ناس زمايلنا مثلا جالهم ام ار ني كان فراكشر بس، هو مجرد فراكشر مثلا في التيبيا البلاتو او حاجه زي كده، ما فيهوش مثلا اي سي ال وبي سي ال. في ناس طبعا برضه جالها بقى احنا جالنا في سنغافوره ني كانت تقريبا ريفرس سيجونت فراكشر، تمام، ومعاها ميديال منسكس وميديال كولاترال ليجن وهكذا. يعني ما يبقاش تفكيرك كله في مزنوق في حته معينه، لا خليك يعني عندك كذا كذا باثولوجي او كذا ابنورماليتي في النيه دور عليه. تخيل مره جالنا مثلا واحد زميلنا جاله في الفايفا ام ار اي ني كان عارف اللي هو الباتيلر ديسلوكيشن ريلوكيشن بس كده، يعني الباتيلا موجوده في مكانها بس عندك اديمه في الميديال سايد بتاعها وفي الفيمورال كوندايل، لو هو ما خدش باله منها هي الحاله ما فيهاش غير دي بس. فخليك دايما ايه تفكيرك ايه واسع شويه. والني من الحاجات المهمه جدا في الامتحان، يعني هم قعدوا سنتين في امتحان اللونج كل امتحان يجيب ام ار اي ني إيه في لندن في سنغافوره في هونج كونج كده ورا بعض بتاع ثلاث اربع امتحانات ورا بعض ني 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 إيه. الامتحان بتاعنا لا ما جابولناش ني في اللونج بس جابولنا في الفايف، معظمنا جاله ني في الفايف. فمن المواضيع المهمه اللي لازم برضو تدرسها كويس قوي يعني، تمام. التفني طبعا بتطمن في الاول في كل واحد برضه ليه السكيما بتاعته، ممكن واحد يمسك عادي يعني. انت المهم بنظره سريعه كده بتطمن في الاول ان الاي سي ال والبي سي ال بتوعك ايه كويسين. الاي سي ال هو طبعا الفحص دوت الكاتس فيه قليله شويه، وبيجيب لك يعني في الامتحان بيبقى الكاتس معقوله يعني الثيكنس بتاع الكات قليل. الاي سي ال طبعا دايما بيبقى المنظر بتاعه زي ما يكون في ستريك لاينز كده، ما بيبقاش كومباكت زي البي سي ال. فبرضه عوض عينك حاول تشوف كذا حاله فيها نورمال اي سي ال، شوف شكله عامل ازاي وقارنه بالبي سي ال دايما، يعني شوف البي سي ال عامل ازاي وقارنه دايما بالاي سي ال. من الحاجات يعني في ساينز بقى كتيره مشهوره اللي هو الدبل بي سي ال ساين مثلا، بتشوف الانجل بتاعت البي سي ال ساعات بيبقى ريدندنت، ما تنساش وانت بتبص في اللاترال تبص على المينيسكاي. خلاص الميوكويد ديجنريشن بقى والحاجات دي كلها بتبقى يعني مش بيحاسبك عليها قوي يعني، هو اهم حاجه تبقى عارف الحاجات الاكيوت. بالنسبه مثلا اللي هنا هو كده هي الحاله كلها يعني هي عبيطه يعني ما فيهاش غير الفراكشن لاين دوت اللي في التيبيال بلاتو خلاص، وهتلاقي معاك في التي 2 هتلاقيه في شويه قديمه حواليه هنا، هو في شويه قديمه حواليه تمام.
الكورونا برضه هتلاقي في شوية إديمة كانت حواليه. طبعا good way of thinking برضه انت تقول له مع الإديمة وكده انا بخاف ان مثلا يبقى اوستيمايلاتس، بس least likely ان ما فيش effusion مثلا، وانا مش شايف انفوليوكلوم او حاجة السنتر اوف انفكشن يعني وكده، مش شايف اي ساينز تانية، قول له least likely وخلاص. تمام. طب وبعدين هنا بقى في الني بالذات تقعد بقى تقول نورمال ميديا كولاترال، نورمال لاترال كولاترال، الاي سي ال والبي سي ال، لازم تقول له النورمالات بتاعتك دي، انما ان هو انا مش شايف غير الكسر ده بس، وهكذا. حاول يعني تظبطوا الني ديت، مهمة جدا بصراحة. تمام. الحالة اللي بعد كده ديت برضو كانت حالة سهلة. هي بس الفكرة الوحيدة في الحالة ديت ان انت معاك هنا ستاج هورن ستون باي لاترال. تمام. طالما قلت ستاج هورن ستون او قلت رينال بيلفيك ماس او حاجة زي أو اي حاجة اوبستراكتنج الرينال بيلفيس، يعني لازم تتكلم على الزانثو جرانيولوميتس بايلونيفرايتس، لازم يجي في ذهنك الزانثو جرانيولوميتس بايلونيفرايتس. هو هنا يعني زي ما قلنا برضو مش لازم يجي لك الفول بلون بيكتشر اوف ذا ديزيز، هو ممكن يبقى لسه بادئ يتكون الديزيز او لسه في الباثوفسيولوجي بتاعه، لسه في المراحل الاولى. فانت يعني لازم تخلي بالك من حاجات الامرجنسي دي، زي ما قلنا مثلا لو في هايدرو نفروزز لازم تكتب في المانجمنت ان انت هتركب بي سي ان، لو في ستاج هورن ستونز لازم تتكلم في المانجمنت ان انت خايف ان العيان ده لو دايابيتك سهل ان هو يجي له زانثو جرانيولوميتس بايلونيفرايتس. تمام. طبعا بيبقى معاك بقى فات ستراندنج، ممكن يبقى معاك اير ستريكس والفات والباندا ساين الكلاو ساين ديت، يعني انت عارف الساينز كلها، المهم ان انت تذكرها بس. تمام. وحته اللاينز والتيوبس قلناها برضو قبل كده في كذا فيلم، اللاينز والتيوبس دايما تخلي بالك منها كويس قوي، طالما شفت لاين او تيوب في اي فيلم لازم تعلق عليه، لازم تقول ان هو ان بوزيشن، لو هو مش ان بوزيشن لازم تقول ايه اللي حصل له خلاص، وان هو هيحتاج ريفيجن مثلا. يعني انت هنا عندك الليفت دي دبل جي ستنت وقع في اليورينري بلادر، اهي تلاقي حته بس منها في الديستال ثيرد بتاع الليفت يوريتر والباقي كله في اليورينري بلادر، فلازم تعلق عليه. ماشي. الحاله الاخيره ديت برضو مشهوره قوي 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 في الامتحانات اللونج بالذات، ان هو يعني يبقى اللي هو زي الستوري فيلم او كده. ديت اقول له برضو انا هاخد جنرال لوك، هتنزل كده هتلاقي في اوباسيفيكيشن هنا في الليفت لانج ومعاك شويه كولابس، وانت شايف الليفت برونكس اساسا، وطبعا البلمونري ترانك برضو شكله دايليتد هنا خلاص. وبعدين عندك هنا في السوفت تيشو بتاع الليفت بريست عندك زي ما يكون في انفلاماتوري كارسينوما كده، في سكين ثيكنينج، وفي هنا دنسيتيز كتيره، وفي اديمه في التيشو نفسه. تمام. ودي في ميل طبعا، فتنساش البريست، هتنزل برضو معاك لتحت هتشوف بقيه الفيلم، هل في اي حاجه تانية، في شويه بايلاترال بلورال افيوجن، وعندك الرينال سيستس. تمام. الليفر برضو بيحتاج بقى فحص اكتر، ساعات ممكن تجيب الليفر ويندو زي الستروك ويندو كده تظبطها شويه لو في ليجن ولا حاجه يبان، طبعا في النان كونتراست صعب يعني، فانت لازم في المانجمنت تريفليكت المخاوف بتاعتك دي، لازم تقولها في المانج. تمام. عندك هنا برضو بتاع كلاسيفيكيشن كده في الميزنتري ملوش اي معالم، هل دي مثلا كانوا عاملين عمليه قبل كده وناسين حاجه، ولا دي انيوريزم في السبلينك ارتري دوت كالسيفيكيشن. هو هي عندها كالسيفيكيشنز كتير قوي برضه، يعني حوالين الاورطه هنا تلاقي كالسيفيكيشنز كتير، وهتلاقي كالسيفيكيشن غريبه كده في البرونكاي والتراكيه، يعني شايف الرايت برونكس هنا، شايف الليفت برونكس هنا برضه. تمام. عندها كالسيفيكيشنز كتيره برضه في هنا في التراكيه هي وفي الارش. ما ننساش زي ما قلنا هتبص في اللانج، انت لو بصيت هنا في اللانج اهيت عندك هنا في الايبك في الرايت ايبكس في شويه نوديولز،
هتنزل تحت في برضه نوديولز هنا، والحتة دي فيها ادي نوديول اهي اهي تمام. عندك مالتيبل بايلاترال لونج نوديولز خلاص، ومعاك برضه شوية كونسوليديشنز. طبعا لازم تبص على البون الأول، يعني الأفضل حاجة تبص على الساجيتال عشان تشوف الفرتبرال كولوم كله فوق بعضه كده. الأكزيال بقى بتشوف الريبس، هل في حاجة في الريبس، الهيومرس، الاسكابولا تمام. ديت غالبا كده كان شكل عظمها نظيف يعني تمام. فانت مثلا عايز تربط بقى، انت كتبت كل الفايندنجز مع بعض، يبقى انت الاول لو انت شفت اللانج ويندو مثلا هتكتب كده ان في مالتيبل بايلاترال لانج نوديولز سكاترد، وعندك مالتيبل كونسوليديشنز. ممكن عادي ممكن يكون جالها كوفيد اساسا، ويكون الكوفيد هو اللي خلاها تعمل السي تي تمام. وبعدين هتيجي هتكتب عندك ان انت الليفت برونكس كات بماس بقى، ولا اندو برونكيال ماس، ولا بحاجه. عندك الليفت لانج فيها جزء كولابسد، وعندك الليفت البايلاترال بلورا فيوجن اكتر على الليفت سايد. هتقول طبعا موضوع برضو البالمونا هايبرتنشن ما تنساهوش. لما نزلنا لتحت في السوفت تيشو، شوف احنا كنا شفنا عادي دي مالتيبل سمبل رينال سيست. ما تنساش تتكلم على الكالسيفيكيشن اللي هنا، وان دي احتمال مثلا تبقى سبلينك ارتري انيوريزم وده كالسيفايد، او كالسيفايد مثلا لينف نودز في الميزنتري، هي عندها هيفي كالسيفيكيشن قلنا في البرونكاي والتراكيه والفيسلز. ما تنساش طبعا تتكلم على البريست. هي انت لازم عشان كده لازم تعود نفسك على الكتابه. يعني شوف هنا الفايندنجز كتيره قوي، فانت لازم تعود نفسك ان انت ايه تبص وتكتب، تبص وتكتب رايح جاي سريعا سريعا كده. يعني كل ما تجيب ويندو، جبت الميديستاينال ويندو خلاص هتكتب كذا 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 ورا بعض. انت بتبص وتكتب، ما تستناش تحوش الفايندنجز وتكتبها في الاخر عشان ممكن تنسى حاجه منه خلاص. وبعدين هتحاول تربط الاستوري ببعض، ان ديت مثلا يبقى عندها انفلاماتوري بريست كانسر ولا حاجه، وعامل لها اندوبرونكيال ميتس، وعامل لها لونج كولابس وبلورا فيوجن، وعندك لونج نوديولز ديت ممكن تبقى لونج ميتس، وان انا طبعا دوت ميتاستاتيك ديزيز، فبالتالي انا اخاف من الليفر ميتس فلازم اعمل ترايفيزيك مثلا سي تي للليفر. البونز هتقول له طبعا ان انا شفت البونز النيجاتيف دي مهمه، النيجاتيفز بتاخد عليها درجات خلي بالك، فلازم تكتبها ان انا شفت البون مثلا بس مش شايف اي بوني ليجنز. هتيجي بقى في المانجمنت كل حاجه هترفلكت. البريست دوت لازم تعمل له الترا ساوند، ولازم تعمل له مامو، ولازم ياخدوا بايوبسي. الليفر قلنا هتعمل له تراي فيزيك سي تي. لو ديت الفيرست بريزنتيشن بقى، فانت هتعوز سي تي ستيجنج، سي تي تشيست ابدومن بلفس ويز كونتراست. لو ديت نون كيس فده هتشوف البريفيوس، لازم ما تنساش موضوع البريفيوس وتكمبير ايه اللي حصل وبس، وتقفل الحاله وتكتب. لو هنا هتكتب ديفرنشال واحد مثلا ولا حاجه بس، هتقول طبعا فيري ليس لايكلي ان هو يبقى البرايمري مثلا في اللانج، وهو والبريست مثلا ديت سينكرونس كانسر. بس هتقول فيري ليس لايكلي يعني لو انت عايز تكتب. ونقطه مهمه افتكرتها صحيح، لو انت شايف ان ما فيش ديفرنشال للحاله ما تسيبش المربع فاضي، اكتب نو ديفرنشال. نو ديفرنشال يعني ما تسيبش المربع فاضي، لازم تعلق، لازم كل حاجه تعلق عليها تمام. وحاولوا بس تكتبوا، حاولوا تتدربوا ان الوقت فعلا بيبقى في الامتحان ده، فلازم انت تكسر الموضوع ده، تكسر الحاجز ده تمام. الحمد لله النهارده ما طولناش عليكم. ممكن لو عندكم ده. ايه يا باشا بالنسبه بس للهيستوري، الهيستوري دايما بيقول في حاجه، في فايندنج مثلا حاجه تساعدك دايما. ايوه انا لسه في الاول بقول لكم على موضوع الهيستوري، كنت لسه في الاول بقول ان الهيستوري غالبا يعني بيبقى فيه كلو فعلا. يعني احنا جالنا حاله تي بي بقول لك، وكان جايب لك ان هو عنده نايت سويتس مع فيفر ونايت سويتس وكف، فخلاص ديت ايه ادالك كلو ان هو ساعدك في الحال.
حالة تانية قلت لكم ان هو جات لنا برضو اللي هو عنده رايت لامب في الرايت إلياك فوس، وهو اساسا العيان عنده لما في الاشعه يعني في كلوزد لوب اوبستراكشن وعامل باول اوبستراكشن وفري فلويد وكده. فيعني انت الهيستوري اقراه وخليه في ذهنك حاضر، بس ما ايه ما يتوهكش يعني. تمام.